أعوذ بالله. ما له داعي. واللي مثلا جاي مر عند المغسلة وغسل يده ما شاف الدنيا ثم ما صح صح دخل دورة المياه رجع وش هذا؟ من اللي سلمت أغراضه؟ ما أدري والله. أنا ما أنا فراشي كله. المهم المهم إني حست الوضع حست الوضع يعني درس إني قلت بكتب عن الموضوع أشوف الموقف أروح هناك أضحك وأرجع ما قدرت. انبطحنا انا وثلاث من الشباب الله يستر عليهم والله انت تقولهم والله انت تقول دقيقه ما الله اعرف عليك ما راح اقول اسمائهم سعود فهد وزياد على زلمه اللي برا الشارع الشامبو طقطق والثاره مشرقه والزياده في واحد من الشباب اخذ المعجون حط طبعا اللي يصحى من النوم ما هو صاحي يعني صبر. عارف لكل شيء إيه نص نوم ونص صاحي وتلقاه يمكن نايم له ساعه او نص ساعه فاتح اخذ المعجون عاب المعجون سوى كذا معجون على شامبو على شامبو طعاد الاسنان انهبلت هذاك اليوم الكورونا العيال والله العظيم يا عيال ان ابغى بطني توجعني المهم اقول لك يا معاد معاد افرشاه بمسكها ما اقدر امسكها يا رجل بغسلك غسلك مخلك يا مبرش ابتسامة هوليوود شامبو دفتر داوني وسامح سامح هذا اللي كان معك يا خبل انا اللي كان معك استر استر والله يا عرب اني مغر ابعدها من الاغراض يا ولد دفتر دفتر حق داوني كان كذا مليان فيه 100 ورقه داوني كان جاهزها بالمطبخ اقسم بالله اني ضايق بس ما ادري انه حق الداوني تخيل تخيل نسامح سامح واقف حق نظافه سامح واقف عند الباب يتفرج وهذا ما درى ان سامح موجود انا شفت سامح ذا تاويني يمشي من عند العلب وقف انا كنت في سرير خضيري كنت جالس كذا منفس اشوف واحد مطبخ هذا واشوف واحد مع ثاني ياخذ اغراض المطبخ ويرميها في اخر الصاله ياخذ الديكورات على الديكورات هذه نايم والحلال حق خلايا غالي مو معاد عن جسامه طيب معاد هذا كله ابتلاء قاعدين لا 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 هذه فضفضه هذا اجر هذه مكتوب مفضفضه وترى مكتوب في ان شاء الله الحلقه هذه ما يدري فيها ابو محمد العريفي لا معاد معاد من القناه هم قوم الشباب ما حد قام قال لازم نسوي فوضى عشان يقومون من الروعه اتذكر يا عيال انا شاركت في اكثر من برنامج الله يسعدك والله العظيم في ذكريات لانه عندنا وقت طويل وقت على الهواء ووقت يعني اتوقع اذا كان وقت الهواء 17 ساعه فيها احداث وفيها ذكريات وفيها دنيا اللي تحت الهواء هذا شيء ثاني كيف كنت صاحي يا عيال افضل شخص يقوم للصلاه معك وين حتى بعز البرد لا تفرتك لا والله هذه انا اتقن لله ايوه الله يبشر اللهم طول عمرك لازم يقول لازم يقول احنا نستخدمه لا لا يا خبير يا اخي والله طريقه وفني يا مخرج والله طريقه تدرس من جميع ترى تقولها لا انا في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلاد في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلاد من فايح العبيد وراضي المطير شفت الندى سهير في بيتنا الكبير من فايح العبير وراضي المطير شفت الندى سهير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير